القاتل الصامت عاجل مواصفات سلاح الجيش المصري الفتاك الجديد، وعاجل جدا تطورات جديدة بشأن سد النهضة بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للسودان. ومصر تصدر بيانا بشأن أسعار النفط ومؤتمر عاجل وتفاصيل انتشار كورونا في مصر بكثرة خلال الأيام المقبلة. ومصر والكويت تؤكدان رفضهما التام للحملات المسيئة لعلاقة البلدين. وشركات الأدوية في مصر ترفع الإنتاج من المطهرات والكحول الإيثيلي. دي كانت أهم وأبرز العناوين معانا النهاردة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، مشرفيني ومنوريني في قناتكم مصر ميديا اي بي. معاكم اسلام في نشرة الاخبار، هيقول لكم اهم الاخبار في الوقت الحالي. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك اسفل الفيديو وزرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو عشان يجيلكم كل جديد على مدار اليوم ان شاء الله. وتعالوا ننتقل لتفاصيل الاخبار المهمة جدا معانا النهاردة. والقاتل الصامت عاجل مواصفات سلاح جديد بالجيش المصري. اعلنت القوات المسلحة المصرية حصولها على غواصة جديدة من اصل 4 غواصات، تسلمت منها 3 تسمى غواصات 209 الإصدار 1400 مود. وتعد هذه الغواصات من أحدث وأقوى غواصات الديزل على مستوى العالم من إنتاج شركة تيسين كروب الألمانية. وتعاقدت القوات البحرية المصرية للحصول على 4 غواصات ألمانية من هذه الفئة، حيث تم تدشين الغواصة الأولى والتي حملت اسم S-41 بتاريخ 10 ديسمبر عام 2015 بأحواض مدينة كيل الألمانية، وتم تسليمها ورفع العلم المصري عليها مع تدشين الغواصة الثانية S-42 بتاريخ 12 ديسمبر عام 2016، كما تم تدشين الغواصة الثالثة S-43 في 3 مايو 2019، وستحمل الغواصة الرابعة اسم S-44 وسيجرى تدشينها عام 2020. وتتميز الغواصة ببصمتها الصوتية المنخفضة والتي تصعب من مهمة كشفها بواسطة أنظمة الرصد المعادية، وتمتاز بمنظوماتها الإلكترونية المتطورة وتسليحها القوي المتمثل في صواريخ عمق سطح الأمريكية المضادة للسفن من نوع UGM-84 هاربون بلوك 2 وتوربيدات DM-2A4 الألمانية الثقيلة، بخلاف قدرتها على نثر الألغام البحرية وحمل عناصر القوات الخاصة والضفادع البشرية. وتمتاز كذلك بمنظوماتها المحسنة في مهام الاستطلاع والاستخبار الإلكتروني، وتبلغ إزاحة الغواصة 1600 طن أثناء الغوص في الأعماق و1450 طنا أثناء الطفو على سطح الماء، ويبلغ طولها 62 مترا وعرضها 7.6 متر وارتفاعها 5.8 متر أو 12.5 متر متضمن البرج. وتعمل بطاقة دفع ديزل كهربائي تؤمنها 4 محركات ديزل من طراز 396-12V، تولد قوة قدرها 3800 حصان مع 4 مولدات طيار متناوبة من سيمز زائد موتور سيمز، تولد قوة ثابتة قدرها 5000 حصان لتدوير مروحة الدفع الخلفية. ويشغل الغواصة طاقم مؤلف من 30 فردا، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا في الساعة أثناء الغطس و20 كيلومترا في الساعة أثناء السير فوق الماء، وتستطيع الغوص حتى عمق 500 متر لمدى 15000 كيلومتر في وضع الغطس، والبقاء حتى 50 يوما في البحار. وتم تزويد هذه الغواصة بأجهزة بيروسكوب للمراقبة فوق الماء، ونظام تصوير حراري من الجيل الثالث المتطور، ونظام تحديد مسافات بالليزر، ورادار فوق السطح يعمل على نطاق اي باند، وحزمة سونارات تتضمن سونار اطلس الكترونيك CSU-90 سلبي وايجابي للبحث والهجوم. كما زودت الغواصة ايضا بنظام للحماية الذاتية مضاد للتوربيدات، يقوم باطلاق الشراكة الخداعية والمؤثرات المضللة للتوربيدات. وزودت الغواصة بـ8 فتحات
انا بيبي عيار 533 ملي لاطلاق صواريخ عمق سطح يو جي ام 84 ال هاربون بلوك 2 الامريكيه المضاده للسفن بمدى 140 كيلو مترا وتوربيدات دي ام 2A4 الالمانيه الثقيله البالغ مداها 50 كيلو مترا ويتسع مخزن الغواصه ل14 سلاحا منها التوربيدات والصواريخ. المصدر ارت، وهنا عاوز راي حضراتكم في هذا الخبر يعني المهم جدا معانا النهارده، ودي كانت تفاصيل الغواصه الالمانيه اللي تسلمتها مصر من المانيا. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده ان شاء الله هيكون في تصنيع مشترك لغواصات قادمه بين مصر والمانيا، ولكن ان شاء الله اول ما يكون في مصادر رسميه لهذا الكلام هنقلها لحضراتكم. وحضرتك لو جيت للجزء ده من الفيديو ونسيت تعمل لايك واشتراك في القناه، يا ريت تنزل تدعمنا باللايك والاشتراك في القناه، هكون سعيد جدا. ده هيدعم قناه مصر ميديا اي اي بي، وفي نفس الوقت هتستفاد من القناه. ان شاء الله على مدار اليوم هيجيلك اهم الاخبار العاجله، وهي عاجل جدا تطورات جديده بشان سد النهضه بعد زياره رئيس المخابرات المصريه للسودان. اكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس المخابرات المصرية التمسك بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ووفقا لجريدة الأهرام المصرية، بحث رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ووزير الري المصري محمد عبد العاطي المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة. وأكد الطرفان في تصريح صحفي مشترك على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015. وناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السودان إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل، وكانت إثيوبيا قد أعلنت عدم مشاركتها في اجتماعات سد النهضة التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات والتي سلمت خلالها الولايات المتحدة الدول الثلاث مسودة الاتفاق النهائية. وبعدها أبدى السودان تحفظه على مشروع قرار خاص بسد النهضة الإثيوبي الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية نظرا لعدم التشاور مع الخرطوم بشأنه. ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أبدت فيه تحفظها على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد النهضة في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري. المصدر RT ووسائل إعلام مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام. تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معانا، ومصر والكويت تؤكدان رفضهما التام للحملات المسيئة لعلاقات البلدين. أجرى وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث فيه الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين، وأعرب الوزيران عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها، مؤكدين أن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما. وتناول الاتصال الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين، معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19. المصدر RT ووسائل إعلام مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام. وتعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معانا، ومصر تصدر بيانا بشأن أسعار النفط ومؤتمر عاجل بشأن هذا الأمر. أعلنت وزارة البترول المصرية مشاركة وزيرها في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدول أوبك وخارجها أوبك بلس. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا الاجتماع الوزاري هام للغاية في هذا التوقيت الحاسم لعودة التوازن للأسواق والأسعار، وأن مشاركة مصر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة أوبك بلس ودعم الجهود المبذولة ومبادرات التعاون بين المنتجين لتحقيق الاستدامة والاستقرار لسوق البترول العالمي. وأوضحت أن هذا الاستقرار ينعكس إيجابا على أطراف العلاقة التي تشمل الدول المنتجة للبترول والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال إن اتفاق أوبك بلس
لخفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض. وأعلنت أوبك بلس في وقت سابق أن البلدان المصدرة للخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض في الإنتاج العالمي في مايو يونيو من العام الجاري قدره 10 ملايين برميل يوميا. المصدر ار تي ووسائل اعلام عالميه. تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم جدا معانا، وشركات الادويه في مصر ترفع الانتاج من المطهرات والكحول الايثيلي. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الخبر الهام. ورفعت شركات الادويه في مصر انتاجها من المطهرات والكحول الايثيلي تجاوبا مع متطلبات مكافحه كورونا في البلاد، وجاء ذلك في اطار توجيهات وزير قطاع الاعمال العام المصري هشام توفيق للشركه القابضه للادويه بزياده انتاج المطهرات والكحول الايثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالاسواق بكميات واسعار مناسبه وتلبيه لاحتياجات المواطنين ضمن الاجراءات الوقائيه في مواجهه فيروس كورونا المستجد. وفي هذا الصدد زادت شركات الادويه التابعه لوزاره قطاع الاعمال العام النيل والعربيه والنصر ومنفيس الانتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميا في عبوات من 60 ملي الى 4 لتر، ومن الكحول الايثيلي تركيز 70% تم رفع الانتاج الى 75,000 عبوة يوميا سعة 110 ل 200 ملي للاستخدام الشخصي، بالاضافة الى 20,000 عبوة سعة 1 لتر. وجرى رفع الانتاج في اطار دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومواجهة ما شهدته الأسواق المصرية مؤخرا من الارتفاع غير المبرر في أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها. المصدر RT ووسائل إعلام مصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام. وتعالوا نشوف آخر خبر معانا بقى النهاردة وتفاصيل انتشار كورونا في مصر بكثرة خلال الأيام المقبلة. ده طبعا حسب مصدر رسمي. قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر السعد إن فيروس كورونا سينتشر خلال الأيام المقبلة في البلاد بكثرة داعيا المواطنين البقاء في منازلهم. وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد مساء الأربعاء أن الفترة المقبلة ستكون من أصعب المراحل في مواجهة كورونا. من جهة أخرى أشار سعد إلى أن الوزراء قرروا التبرع 20% من رواتبهم ولمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن المحافظين أيضا تبرعوا بنفس القيمة وهناك بعض المحافظين تبرعوا برواتبهم بالكامل. وأشار إلى أن وزير الإعلام أسامة هيكل كان من قدم الاقتراح على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتبرع 20% من رواتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة. المصدر المصري اليوم. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام من قناة مصر ميديا IB. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك في القناة، ده عشان كومنتوا عشان يجيلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.